فأنا أقول للحكومة، الله يقولهم لا تغتروا بموضوع المشروعية ولا الشرعية الدولية، لا تغتروا بها، عليكم أن تملوا أيديكم من أبناء وطنكم، من هؤلاء الثوار، من هؤلاء المقاتلين، من هؤلاء المجاهدين، هؤلاء هم الذين حق لكم أن تعتمدوا عليهم، فلا تعتمدوا ولا تنتظروا نصرة لوطنكم من المجتمع الدولي. المشروع الدولي مشروع هو يعني يؤدي إلى مزيد من الهزائم ومزيد من طول أمد المعركة ومعاناة الشعب الليبي، يذيقونه ويسومونه سوء العذاب عقوبة له لأنه انتفض ويريد حريته. لا تغتروا بمسألة الشرعية، وعندكم يعني نموذج حي وتجربة بالعيان في اليمن. اليمن مشروعية وشرعية وحكومة شرعية وقتال وتحالف، في لحظة من لحظات الأسبوع الماضي اللي قبله كان شيء لم يكن هناك شرعية، ولا يحزنون ولا مجتمع دولي يدور فيها ولا حد يعول عليها. ما الذي الآن ربما عاد الأمر شيئا قليلا إلى نصابه في شرعية اليمن؟ هو القوة على الأرض. فعليكم أنتم أيضا إذا أردتم أن تحافظوا على الشرعية فلا تجعلوها رهينة للمشروع الدولي، اجعلوها رهينة لأبناء وطنكم، املأوا أيديكم بهم، اعتمدوا عليهم بعد الاعتماد على الله، وثقوا فيهم وادعموهم ودافعوا عنهم وحافظوا على أرواحهم وعلى دمائهم، وحققوا لهم ما يريدون، يريدون حسما قريبا للمعركة، بحيث يعني يصرنا من هذا كل يوم مطار ميتيقا سكر افتح سكر افتح سكر افتح، هذا ايه اللعب هذا؟ شنو هذا؟ هذا حكومة، هذا البلد هذه فيها يعني حكومة فيها يعني نصرة؟ المجتمع الدولي ما يعرفش هذا، لا يعلم هذا. هل المجتمع الدولي بربكم؟ والله أسألكم وأنا واثق أن الجواب واضح لديكم، هل المجتمع الدولي ولا أفريكم ولا المخابرات الأجنبية اللي تشتغل ليل نهار في طرابلس ما تعرفش من هي الجهة التي تقصف في مطار ميتيقا؟ هل هي ما عندهاش صور لهذه القاذفات التي تخرج من مطار ميتيقا إلى حد الآن؟ أبداً، أنا لا أشك أنها تعرف ذلك، وأنتم عاملين يعني مصيركم مربطين معهم، وهم ليسوا ناصحين. لو كانوا ناصحين ويريدون أن يقضوا على هذا المشروع الدولي، مشروع حفظ، مشروع دولي، مشروع دولي، مشروع فرنساوي، مشروع إماراتي، مشروع مصري، مشروع أجنبي، مشروع عدو لليبيا، في النهاية لما اتبع الحلقات يطلع هو مشروع صهيوني. وأؤكد لكم أنه مشروع صهيوني ومشروع عدو، عدو لدود للشعب الليبي، يجب أن يقاتلوه ولا يترددوا في ذلك.